نون شيرين، يا سلام استقبال جميل وموجه والكرة للأمام ويحاول الآن المرور برافو نوتشيرينو، برافو نوتشيرينو، برافو برافو الكل، الكل يصفق، نعم الكل يصفق ويهتف لأن برافو نوتشيرينو، برافو. أخذها من وين؟ أخذها من وسط ملعبه، هو اللي قطع الكرة، شوف شوف، برافو 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 برافو، يتقدم ويراوغ ويصر على التقدم ويصر على الاستمرار ويصر على التسديد ويصر على التسجيل، برافو نوتشيرينو، برافو نوتشيرينو، نعم يأتي بهدف ثالث ينهي الموضوع وينهي ال يعني ما كان ربما يكون مفاجأة من جانب سيينا في اللحظات الأخيرة، يبطل ذلك كله ويسجل ميلان هدفا ثالثا، واعتقد انه هدفا مستحقا للوصول بالتالي الى نهاية سعيدة لمباراة اليوم.